الابتدائي. يسعدني أن أكون معكم في درس جديد من دروس مادة الرياضيات المنهج المطور. اليوم الفصل الخامس عندنا درس الرابع بتحويل الكسور العشرية إلى كسور اعتيادية والعدد الكسري. هذا الموضوع يضمن لي أربع حالات، كل حالتين راح أخليهم الفيديو على مود الوقت، فهذا الجزء الأول، وبعد الحالتين الأخرى حتكون الفيديو الثاني والجزء الثاني. أول حالة عندي تحويل الكسر العشري إلى كسر اعتيادي. هنا أنا عندي جزئين من عشرة أو عشرين تقروها ماكو مشكلة. هنا الكسر الثاني هو سبعة أجزاء من مئة، وهنا 13 جزء من ألف. هذول الكسور العشري أريد أحولهم إلى كسور اعتيادي. أنا أعرف إنه الكسر الاعتيادي مكون من شنو؟ من خط كسر، أعلى خط الكسر أسميه قاس، أسفل خط الكسر اللي هو المقام. إحنا واخذين قبل شرحين الوسط شنو يعني والمقام شنو يعني. هسه أريد أحول هذا جزئين من عشرة أو العشرين إلى كسر اعتيادي. أنا أعرف الكسر الاعتيادي مكون من شنو؟ من خط كسر، أعلى خط الكسر مقام، أسفل الوسط أسفل خط الكسر مقام. المقام يعتمد لي على عدد المراتب على يمين الفارز العشرية. يعني شنو؟ يعني إذا عندي مرتبة واحدة المقام أخليه عشرة، إذا مرتبتين المقام أخليه مئة، وإذا ثلاث مراتب المقام أخليه ألف. أو بطريقة أخرى تقدرون تقولون إنه لا، عندي جزء واحد من عشرة، هنا المقام يكون عشرة، هنا أنا راح يكون جزء من عشرة وجزء من مئة، إذا المقام مئة. هنا جزء من عشرة وجزء من مئة وجزء من ألف، إذا المقام إيش قد حيكون؟ ألف. فهسه أول شيء هنا على يمين الفارز العشري أجي أحسب كم مرتبة عندي؟ وحدة، إذا المقام إيش قد أخلي؟ عشرة. البسط هو على الرقم اللي موجود على يمين الفارز. أقول لي أنا إيش قد الرقم؟ حتقول لي 6-2، إذا أصعد هاي الاثنين بالبسط وانتهى الحل. الكسر يكون 2 من 10، ما نقول 2 على 10، 2 من 10. أجي حل الكسر الثاني. هنا عندي 7 أجزاء من 100، أريد أحولها إلى كسر اعتيادي. كسر اعتيادي مكون من خط كسر وبسط مقام. المقام يعتمد على عدد المراتب على يمين الفارز العشرية. هنا كم مرتبة عندي؟ مرتبتين، إذن المقام إيش قد حيكون؟ 100. إذا مرتبة واحدة خلينا 10، إذا مرتبتين 100. أو هنا عندي جزئين، يعني جزء من 10 وجزء من 100، إذن المقام 100. البسط شلون أطلعه؟ أقول البسط هو الرقم اللي موجود على يمين الفارز العشري. أقرأ إيش قد عندي رقم؟ 7. إذن هاي 7 أنقلها بالبسط، صار المقام الجديد اللي هو الكسر الجديد 7 من 100. هذا كسر اعتيادي مكون من بسط ومقام. أجي الكسر العشري الأخير اللي هو 13 جزء من ألف. المقام قلنا على شنو يعتمد؟ على عدد المراتب الموجودة على يمين الفارز العشري. أجي أحسب كم مرتبة عندي؟ 1 2 3، يعني المقام إيش قد حيكون؟ 1000. زين، والبسط شنو هو؟ البسط يمثل الرقم اللي موجود على يمين الفارز العشري. شنو هو الرقم؟ 13. إذا الكسر الجديد هو 13 من 1000. زين، لو قلت لكم هذا الكسر ضعوا لي اياه في أبسط صورة، راح تقولوا لي راح نختصر أو راح نقسم. هذا الاثنين شنو يمثل لي؟ رقم زوجي، والعشرة هو عدد زوجي. هاي الأرقام والأعداد الزوجية تقبل القسمة على شقد؟ على 2. إذا الاثنين كم 2 بيها؟ 1. العشرة كم 2 بيها؟ 5، لأن 2 في 10 شقد؟ 5، والحقيقة أساسيتين في 5 شقد؟ 10، وهي حقيقة أساسية ثابتة. إذا الكسر الجديد هو 1 من 5. الحالة الثانية تحويل العدد العشري إلى كسر اعتيادي.